أنا هقول لحضراتكم تجربة شخصية ليا مع حكاية الوعي دي. أنا حضرت محاضرة كان بيلقيها كريس باتن. اللورد كريس باتن ده هو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل تسليمها للصين. وقال إيه في المحاضرة دي؟ قال أنتوا، لأنه كان بيلقي المحاضرة دي في دولة عربية، فقال أنه وطنية اللي أنتوا بتتكلموا عنها، شوفوا الكرافتات اللي أنتوا لابسينها دي مصنوعة في الصين أو في إيطاليا، البدل مصنوعة في مش عارف فين، الجزم مصنوعة في مش عارف فين، وطنية إيه اللي بتتكلموا عنها دي؟ دلوقتي إحنا في زمن العولمة إلى آخره. وبعدين أكتشف أنه كريس باتن ده نفسه والله وطني بريطاني، يعني من النوع المتطرف. دي حاجة مذهلة جدا. يعني هو كان بيصدر للناس، لأنه كان في دولة عربية ومعظم الحضور عرب، كان بيصدر لهم فكرة إيه وطنية إيه وبتاع إيه، كلام فارغ. أنت إحنا بتوع العولمة دلوقتي خليكم متعولمين، وهو نفسه وطني بريطاني متطرف. أظن أن الرسالة وصلت. الرسالة اللي هيأكدها لنا واشرحها لنا كمان سيادة النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب. منورنا ومشرفنا يا دكتور. ربنا يحفظك يا فندم، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. والله حكاية كريس باتن دي مش راضية تسيب دماغي والله العظيم. دول بينقلوا لنا رسائل مزيفة وهم بيعملوا حاجة تاني. وانت بتتكلم انا عمال ابص على الكرافته والبلوفر والجاكيت، كله مصري، كله مصري. الحمد لله، الحمد لله. ايه اخبار حضرتك؟ واضح انه بالفعل في، انا ضد نظريه المؤامره لانها بتطمس الوعي الحقيقه، لكن واضح انه في سعي منظم عشان يصرفوا دولنا ويصرفوا المصريين عن وطنيتهم في مقابل ترويج وتسويق فكره العولمه. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت تفسير لحروب الجيل الرابع وما بعده. يعني المسألة لم تعد رفاهية، لم يعد الحديث عن الوعي خاص بالمثقفين والمبدعين وغيرهم، ولكن كما ذكرت لحضرتك قبل الهواء، احنا وكما كررت في المجلس عدة مرات، دي قضية حياة ووجود. ايه دكتور؟ الوعي بالنسبة لنا هو القضية اللي الدولة بتوليها أهمية قصوى. السيد الرئيس أكد على فكرة الوعي لدى الشباب، هو قال إن دي حربنا الرئيسية. بالضبط كده، بالضبط كده. وأنا يعني أنا أتفق مع سيادة الرئيس في هذه النقطة اتفاق كامل. كل ما حشدنا جهودنا لخدمة قضية الوعي، كلما نجونا من حاجات كتير قوي 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 ومشاكل كتير قوي. طب تأملات حضرتك بتقودك إلى إيه فيما يتعلق بحكاية كريس باتن دي؟ إنه الترويج لفكرة إنه الوطنية دي موضة قديمة، وإنه دلوقتي أنت مواطن عالمي، أنت ما تنتميش لمصر، أنت تنتمي للحضارة الإنسانية كلها. ليه بيعملوا كده في تصورك؟ أنا يعني من مما نرى، احنا شايفين ان حكايه الشائعات والاكاذيب ونشر الاحباط والياس وكتير من المظاهر السلبيه وخلخله الارتباط العاطفي بين الشخص ووطنه. بص حضرتك، احنا ممكن نتحدث عن اطراف كثيره جدا. النسيج الاجتماعي المصري بكل خيط من خيوطه، بكل لون من الوانه، لما نحرك فتلة واحدة فقط منه، احنا بنغير كده هذه المنظومة الرائعة الجميلة العظيمة اللي فيها حكمة المصريين وعظمتهم. صدرتنا في 30 يونيو سيادة النائب. يعني بالضبط، بالضبط. اللي بيحاول يتلاعب في هذه الخيوط هو بيحاول يهد هذه المنظومة الرائعة الجميلة، السيمفونية الرائعة، اللوحة الرائعة، يعني يعني عظمة هذا الوطن ظهر وجلية أمام الجميع. تلاقي مثلا فكرة إن إحنا وحشين قوي أو سلبيين جدا أو ما بناخدش بالنا من هذه النقطة، أو تحس إن في حد بيحاول إن هو يبث الإحباط واليأس في النفوس، ولكن يطلع مغني شاب أو ملحن شاب يقول لك أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر، قلبي نسر. الكلمات البسيطة دي اللي تلاقي الطفل الصغير طالع هو بيتغنى بيها. أغنية بسيطة ممكن يكون بنك مصر لما عملها ما كلفتوش كتير. يعني هو أنا عايز أقول لحضرتك إنه بنك مصر ده ملكي وملكك، لدرجة إن إحنا لما نجيب سيرته ما يجراش حاجة.
ما يعتبرش اعلان، ده كاننا بنعلن بنعلن عن نفسنا. يا ريت يا ريت يا ريت المؤسسات كلها صحيح، يا ريت المؤسسات كلها لما تعمل اعلانات صحيح تعملها بهذه الحلاوه. احسنت. وبهذه الجوده والروح الايجابيه وبس الشعور الوطني وبهذا الوعي. أيوة. شوف بقى فندم احنا اختصرنا ده كله بالوعي. صحيح. اللي بيحاول يلعب في نسيجنا الوطني، ما هو الملف الوعي ده ملف كبير قوي طبعا. يعني انا 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 بشوف ان زي ما في مجموعه اقتصاديه كده في مجلس الوزراء، يا ريت يكون عندنا مجموعه من الوزراء قاعدين على طاوله مستديره زي اللي قدامنا دي، وكلهم بيتكلموا فانا ممكن اعمل ايه بالظبط لخدمه الوعي. صحيح. فيتكلم المسؤول عن الشباب، ويتكلم المسؤول عن الاوقاف، ويتكلم المسؤول عن الكنيسه، ويتكلم المسؤول عن التعليم، ويتكلم المسؤول عن الثقافه. عايز اقول لحضرتك انا وانا جاي لك النهارده بدور في توصيف كل وزير من الوزراء هو مين فيهم الحصان الذي يجر العربة في قضيه الوعي. دورت كده في 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 سجلات الوزارات. أيوة. لقيت ان وزاره الثقافه هدف من اهدافها تعزيز القيم الايجابيه. وزاره الثقافه هدف من اهدافها تحقيق العداله الثقافيه، تحقيق الرياده الثقافيه، اكتشاف ورعايه المواهب، التنميه تنميه الصناعات الثقافيه، حمايه وتعزيز التراث، العمل على تطوير المؤسسات الثقافيه. وفكرت كده احنا عندنا في كل مدينه وفي كل قريه قصر ثقافه. أيوة. المسرح، السينما، الفن، الموسيقى، الجمال والرقي والتنوير. لو شغلنا احنا مسارحنا دي بشبابنا اللي هو يعني العاطل، او بالفنانين اللي هم بيشكوا من ضيق الحال وعدم وجود، تعالوا دربوا عندنا، تعالوا مارسوا هواياتكم هنا. انا عايز اقول لحضرتك انه في ظل يمكن انا مش عارف التفاصيل، لكن في ظل انحسار دور هذه الأجهزة الرسمية في الأطراف المصرية عموما، يروح واحد زي الله يرحمه الفنان الجميل أحمد الحجار اللي رحل بالأمس، يروح هو يلف بنفسه يغني للصعايدة حسن ونعيم، تصدق؟ فأنا قصدي أقول لحضرتك إنه ده دور الجميع. يعني لما يكون في جناح مقصر الجناح التاني يرفرف، دور الجميع. حلو قوي. احنا دور الجميع طبعا، دور الجميع. احنا بنتكلم الجميع مع الجميع. ليه فنانيننا الكبار ما ينزلوش زي الله يرحمه احمد الحجار اللي هو اخر حاجه عملها في حياته انه كان بيلف في محافظات الصعيد ومدن الصعيد يقدم الغناء الجميل لاهلنا هناك. في حاجات جميله برضو قريبه من اللي انت حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، اللي هو مساله ان يبقى في مسرح متنقل. اللي احنا عندنا منه 8 دلوقتي، وهيضاف عليهم اللي وصلهم لغايه 16 او 14 مسرح متنقل على مستوى الجمهوريه. انا كان ليا تجربه كده في الدائره بتاعتي مدينه هيهيا في محافظه الشرقيه. احسن ناس. الله يكرمك، الله يكرمك. لما نزل المسرح المتنقل لقيت الناس متجمعه من غير دعوات. الناس اللي بيعدي بيخش وبيتفرج، وسمعت اصوات من مدن محافظة الشرقية، والله العظيم أقرب كده بالنجوم يا حبيبي وبالمغنيين اللي يا حبيبي. إحنا عندنا أم كلثوم عندنا، بس إحنا بس مش عارفين، الإعلام مش عارف ينور عليها. الثقافة مش عارفة تلتقطها. بالظبط معايا يا فندم. الشباب والرياضة مش عارف يطلع. أرجعك تاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قال الجملة الأيقونية، مش ممكن ما يكونش في الميت مليون مصري أحسن حاجة في كل حاجة. صح. تصدق؟ صح. احنا بس مش عارفين نلتقط الجواهر دي. درجه من درجات الايمان الكبير قوي بقدره هذا الوطن. أيوة. والثقه في شعبه والحب قوي. حضرتك من غير ما تقول للسائق، لو انت راكب تاكسي ولا راكب واحده من وسائل النقل اللي بقت جديده دلوقتي، والسائق مش عارف ان انت نائب من نواب الامه، ودخلك في موضوع نظريه المؤامره، وانه مش عارف المية بيحطوا فيها ايه والاكل بيحطوا فيه ايه وعايزيننا نبقى عاملين ازاي والاغنياء مش عارف ايه والفقراء مش عارف ايه، ترد عليه تقول له ايه؟ يعني النوع ده من الكلام اللي هو تشويه واضح للوعي، يترد عليه ازاي؟ والله يا فندم عايز اقول لحضرتك انا بشكرك يعني على السؤال ده. العفو يا فندم. وانا كراجل صحفي يعني انا بأشيد بحضرتك كمذيع. العفو يا فندم. العفو. أكرمك الله. شرف لي. أكرمك الله يا سيدي. لأن أنا يوميا الصبح ببدأ يومي الصبح مش بفنجان القهوة، لأن فنجان القهوة بقى يتعب معدتي،
انا ببدا يوم الصبح بالكلام ده مع سواق التاكسي. هو ده الحوار اللي انا بعمله، يعني الشاهد علينا بيبقى ربنا عز وجل. كل يوم الصبح بسال نفس الاسئله وبيترد عليها نفس الاجابات. انا بعتبر الوقوف امام الطلبه في جامعه القاهره امام طلاب كليه الاعلام رساله مقدسه. الكلام الصبح مع سواق التاكسي ومناقشته، وبصراحه انا بجد في سائق تاكسي ساعات غير متعلم لكن بجد عنده كمية وعي هائلة، وساعات العكس، ساعات تلاقي واحد معاه شهادة عالية وغرقان في نظرية المؤامرة لدرجة تحزنك يا أخي والله. أنا بس مش عايز كمان أقول يعني المؤامرة موجودة يعني في بعض الأحيان كده. أنا شخصيا لما باخد أدور كده في 25 يناير ما بلاقيش ترجمة في ذهني أنا بشكل شخصي إلا كلمة المؤامرة. صحيح. ده شوف رأي نائب الأمة، ده دي مسألة على رأسنا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. الحقيقة احنا موضوعنا 2022 كيف تكون أحسن من ناحية دفع وعي المصريين خطوة للأمام. أنا بس يعني عشان ما نسيبش حاجة مفتوحة، أنا بس كنت يعني كنت عايز أكد بس إن يعني إن في جوانب إيجابية لقصة يعني إدراك حجم وطبيعة ما يسميه البعض مؤامرة، لان مش كل الظن اثم، بعض الظن اثم. يعني ساعات يبقى فيه هامش ظن كده يسمح. ساعتها كنت بتقول السؤال كيف ندفع وعي الشعب المصري خطوه للامام في 2022. انا كنا بنناقش الموضوع ده اليوم جوه لجنه الثقافه والاعلام والاثار، طلب احاطه مقدم من احد الساده النواب وبيتحدث فيه عن دور الوعي واهميته. والحكومه قدمت لينا أمين عام المجلس الأعلى للثقافة يكون هو الحصان الذي يقف معنا ونحن نفكر في هذا الطلب، طلب الإحاطة. ربما يكون أهم نقطة الآن هي نقطة التنسيق. وأنا عايز أتوقف قدام كلمة التنسيق دي وأتذكر تجربة رائعة اسمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسة. يا سلام يا سلام. التجربة اللي أثبتت أن أنت مش لازم تكون يعني شاب من أسرة ثرية ولا لازم تكون عندك واسطة ومحسوبية طبعا علشان خاطر تقدر تفيد البلد. والله تجربة نفخر بها جميعا والله يا سيادة النائب. وفي عظمة في تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتعلق بالتدريب ثم التدريب ثم التدريب. حضرتك عندك ميزة نسبية، أهلا وسهلا بيك في التنسيقية. ولكن باقي النقاط سيتم تدريبك وصقلك فيها لأعلى الدرجات، مهم جدا لأعلى الدرجات. وسيتم يعني وضعك في المكان المناسب السليم الذي يفيد الوطن. لماذا لا نتعلم من هذه التجربة، تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ لماذا لا يقوم الوزارات المختلفة كما قلت بعمل مجموعة تنسيقية للوعي هدفها الارتقاء بوعي المواطن؟ ما عندناش أهم من ده طبعا. الطبيب الواعي هيبقى إضافة كبيرة جدا في مجال الخدمات الصحية. صحيح. المعلم الواعي هيبقى هو حجر الزاوية في قضية التعليم. الصحفي الواعي هينتقل بالإعلام لمستوى لا تتخيله حضرتك. صحيح. صحيح. إحنا محتاجين المواطن الواعي اللي يستطيع أن يقف في ظهر وطنه عندما تسقط الأوطان من حولك. صحيح. فدي قضيتنا الأساسية. أنا قبل الهوى كنت بلورت مع حضرتك فكرة يعني أنا شايف أنها تصلح أساساً لهذا الأمر، أنه الشعب المصري العظيم لا يبدأ من الصفر في معركة الوعي. ده شعب واعي بطبيعته بإرثه الحضاري الهائل، وإلا ما كانش يبقى فيه 30 يونيو يا سيدي الكريم. طبعا. يعني هو مين الشعب اللي وقف في 30 يونيو ضد الإرهاب الإخواني؟ مش هو الشعب المصري؟ احنا بس بنبني لكي نعظم استفادة الوطن من وعي شعبه الحقيقة، اللي احيانا كده بيبقى مش عايز اقول في الظل، لكن احيانا بتحصل له انحرافات وتشوهات. سيادة النائب، نبدأ من التعليم ولا الإعلام ولا ايه؟ نرجع ونقول ان في حاجات كتير جدا لازم تمشي مع بعضها. أيفا. لازم يعني وبنستلهم بصراحه من فكر الرئيس السيسي. هذه النهضه اللي يعني حضرتك لو بصيت في اي مجال من المجالات هتشوف حاجه بتحصل
لم تكن من قبل، ربما في بعض الأحيان حتى لم يطلبها حتى المواطن. يعني وده كان يائس منها يمكن، وده عجيب. يعني أنا أتكلم عن الملف اللي العبد لله، يعني أنا كوكيل لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان، يعني الملف اللي أنا أفهم فيه، أنا اللي أنا بشايفه قدام عينيا، إحنا أنا ما شفتش مفكر في مصر أو أديب أو كاتب أو فنان بيطلب من الدولة مدينة ثقافية. يعني الدولة الآن في مصر والقيادة السياسية تحقق أشياء ربما لم يحلم بها أصحابها والمدافعين عنها وصانعي السياسات وكبار الموظفين معايا يا فندم. وبالتالي إحنا وصلنا، يعني والله أنا كمواطن، سيبك من موضوع مجلس النواب واللجنة المتخصصة بتاعتي، كمواطن أنا لم أطلب حتى أن يحدث كل هذا التطوير بجوار بيتي في المنطقة المتواضعة اللي أنا يعني بسكن فيها، سواء داخل دائرتي أو في العاصمة. أي فندم، ما طلبتش، ما لم أكن أتخيل أن هذا سيكون. يعني إحنا لسه كنا بنتكلم على سواق التاكسي، صحيح، اللي إحنا بنصحى الصبح بنقول له وبنكلمه في قضية الوعي. ساعات وهو بيرجعني يقول لي المنطقة بتاعتكم إيه ده، ما كانتش كده، إيه اللي حصل، إيه اللي حصل عندكم، يا بختكم والله. دي ولو عارف انك نائب يقول لك عشان انت ساكن. لا، ما حدش بيقول بقى ان انا نائب. حدش بيقول الكلام ده معايا. فالمساله بالفعل يعني فيها قدر كبير جدا من التوفيق. احنا لدينا الله. كلمني اكتر عن موضوع المدينه الثقافيه سياده النائب. برضو هنرجع ونقول ان احنا لم نطالب بها. أيوة. ومن ثم سنفاجئ بها مثلها مثل العديد من المشروعات القومية الكبيرة. سنفاجئ ان احنا اليوم عندنا اوبرا يعني بحجم الارقى دول العالم ثقافيا. أيوة. سنفاجئ بان احنا، يعني انا شخصيا حصل لي هذه المفاجأة عندما وجدت ان اكبر الاوركسترا في العالم اعلاناتها موجودة على كوبري 6 اكتوبر. واحنا بن يعني بنحل يعني بهذه العاصمة الإدارية الجديدة أزمات مزمنة طبعا، يعني طبعا. للأسف الشديد ظللنا فيها فترة طويلة. هل الإعلام أعطى ما يحدث من إنجازات حقه، وصلوا للمواطن؟ طيب ده سؤال يعني فعلا محتاج مزيد من الوعي. ما هو ده موطن سؤال أظن أنه لا يغيب عنك سيادة النائب ولا عن زملائك. دعنا نكون صرحاء، وحضرتك في نهاية الأمر صحفي زميل، يعني التعرض لوسائل الإعلام التقليدية أصبح أقل فأقل مقابل ازدياد التعرض لوسائل الإعلام الحديثة. تمام. اللي هي السوشيال ميديا. تمام. والوسائط. تمام. المختلفة. تمام. إلى آخره. هل الدولة المصرية تراعي هذا الحال الجديد في مخططاتها المتعلقة بإصلاح ونشر الوعي لدى مواطنيها؟ لا شك أن بيلعب الإعلام الجديد دور قوي وأساسي، ولكن نعود إلى المحددات الأساسية. أيضا هل السوشيال ميديا لديها صحفيين؟ هل السوشيال ميديا لديها صناع خبر؟ يظل الأساس ثابت. معك يظل طبعا الأساس معك. في أي دولة في العالم هو ما لديك من عقول، ما لديك من إمكانيات، لأن في النهاية الصحفي الذي كان يكتب في الجريدة يستطيع اليوم أن يعمل في قناة تلفزيونية أو ينشر فكره من خلال تويتر وفيسبوك وغيره. حتى المادة الفيلمية نفسها. يعني بعض الشباب يقول احنا ما بقيناش بنشوف التلفزيون ولكنه يتابع ما تم انتاجه. صحيح. في قنوات تلفزيونية او ما انتجه صحفي في جريدة ورقية على حضرتك التليفون. عندك حق، لكن انا سؤالي الحقيقة، وللأسف الوقت اوشك على الانتهاء، سؤالي هو هل احنا المحتوى اللي عندنا قادرين ان احنا نوصله عبر الوسائط الجديدة دي سيادة النائب، ام انه الامر يستلزم انه يقوم نائب جليل زي حضرتك يعني تنبيه الحكومة إلى هذا الشأن؟ مسألة
الإعلام أو الثقافة أو غيره من الوسائط اللي بتؤدي إلى إحداث الوعي. أيوة. يعني لابد من تكاتف حكومي من أجل الارتقاء بالوعي. صحيح. لابد من إن إحنا ننسى شوية في عندما نتحدث عن الوعي إن أنا داخل مركز شباب ولا داخل قصر ثقافة. صح. ولا على منبر أوبرا. ولا على منبر مسجد أو في على منبر كنيسة أو في الأوبرا أو في لابد أن نتعاون جميعا لينتج حاجة زي الممر والاختيار وأنا ابن مصر أنا ضد الكسر. تلغراف الوعي الأخير من حضرتك للمواطن المصري. كما قلنا مرارا إحنا أمام قضية حياة. أمام قضية وجود. صحيح. الكل مسؤول عنها حتى الوالد والأب والأم داخل الأسرة مسؤولية عن المحتوى الفكري. صحيح. لأبنائهم لابد أن تضع البذرة التي تنمو حفاظا على مصر ودورها وعلى أنفسنا وعلى مستقبلها. صحيح. مستقبلها. صحيح. سيادة النائب أنا شاكر جدا لحضرتك لفضة فوق يا سيدي، وعايز أقول للمشاهد الكريم قبل حتى ما أشكر ضيفي الجليل أنه أي حاجة تحاول تدفعك لإضعاف علاقتك بوطنك وبمواطنيك غلط على طول. دي قاعدة تشبه قوانين نيوتن كده. أي حاجة تخليك تكره وتعمل عنف غلط. هو ده الوعي. هو ده الوعي. قوانين أساسية. أنا شاكر جدا لضيفي الجليل سيادة النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب. نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم بدوركم مشاهدي الكرام. قبل هذا الموعد بساعة الثلاث والأربع الجايين إن شاء الله السلطة التشريعية. شاكر جدا فندم. شاكر جدا.